حته كده بس نصبر. خلينا ننتقل بسرعه للتطورات والاخبار اللي حصلت النهارده. زي ما قلت لحضراتكم في المقدمه، وزير الاعلام انس الفقي عقد مؤتمر صحفي صباح اليوم في مقر اتحاد الاذاعه والتلفزيون في ماسبيرو بكورنيش النيل لاعلان المعايير والمحددات الحياديه التي سيقوم بها اتحاد الاذاعه والتلفزيون اثناء تغطيته لانتخابات مجلس الشورى التي ستجرى اول شهر يونيو القادم، اول شهر 6 القادم، يعني فاضل حوالي اسبوعين على الانتخابات. تحدث انس الفقي وزير الاعلام، وتحدث الدكتور فاروق ابو زيد رئيس لجنه التقييم الاعلامي للتغطيه الانتخابيه، وتحدث الاستاذ عبد اللطيف المناوي رئيس قطاع الاخبار او رئيس قطاع تلفزيون مصر اللي هيقوم بالنقل والبث المباشر لفعاليات هذه اللجان، بالاضافه الى المهندس اسامه الشيخ رئيس اتحاد الاذاعه والتلفزيون باعتباره واضع الصياغه والمتابع لهذه المنظومه الاعلاميه. بعض المعايير هنسمعها من السيد انس الفقي والدكتور فاروق في هذا التقرير، وهنرجع نتكلم عن ما يمكن ان يحدث خلال هذه المعركه اللي ابتدت تشتد وتسخن جدا قبل ايام من بدايه الانتخابات. هناك تعهدات والتزامات على الاعلام الرسمي واعلام الدوله، وهناك مهام بنلتزم بالقيام بها من اجل تسهيل مهمة الإعلام في أداء مهمته ومهمة الإعلاميين، سواء من الممثلين للصحف والمجلات والصحافة المصرية أو العربية أو المراسلين الأجانب أو القنوات الفضائية المصرية أو العربية الموجودة. كان من الضروري أن يتم تشكيل لجنة لتقييم الأداء الإعلامي، وتم بالفعل، أصدرت قرار بتاع تشكيل لجنة لتقييم الأداء الإعلامي برئاسة الدكتور فاروق أبو زيد، يمثل فيها مجموعة من أساتذة الإعلام المتخصصين، معظمهم من المستقلين ليس لهم انتماءات حزبية. الانتخابات دايما هي العنوان، هي الفترين الرئيسية للمجتمع أو لمرحلة الديمقراطية في المجتمع، وأنا أعتقد أنه الالتزام بهذه المبادئ والمعايير سيؤدي إلى تطور كبير جدا يسعدنا جميعا في الديمقراطية في بلدنا الحبيبة. أنا أعتقد أن تمكين الإعلاميين من أداء مهمتهم، من أداء رسالتهم، من التواجد في كافة المواقع المرتبطة بالفعاليات الانتخابية هو أحد بل أهم الضمانات لنزاهة العملية الانتخابية. ومن هنا بيقع مسؤولية كبيرة على عاتق الهيئة العامة للاستعلامات أن تسهل مهمة الإعلاميين المصريين والعرب والأجانب للقيام بمهمتهم أثناء العملية الانتخابية. بدأنا بالفعل في الهيئة العامة للاستعلامات المركز الصحفي في استلام وتسجيل المراسلين الأجانب الذين يبغون تغطية الانتخابات تجديد النصف في مركز الشورى. بدأت عملية التسجيل بالفعل وسنستمر فيها حتى 25 مايو، هيكون آخر طلب تتلقاه الهيئة بالنسبة لتسجيل المراسلين الأجانب. الكل يترقب الدور الذي سيمارسه الإعلام الرسمي في تغطية الانتخابات. هل سيحظى كل المرشحين بفرصة متكافئة في إذاعات وتلفزيون الدولة؟ هل ستحظى كل الأحزاب بفرصة متكافئة في إذاعات وتلفزيون الدولة؟ اختبار تعرضنا له من قبل في الانتخابات السابقة، ولدينا رصيد لا بأس به من المصداقية نتعهد أن نبني عليه. ستتنوع كل المحتويات البرامجية لدينا إذاعة وتلفزيون بين متابعة يومية ولحظية للنشاط والفعاليات الإخبارية التي تحدث في كل أرجاء مصر، ستغطى من خلال نشرات الأخبار المحايدة والموضوعية والتي تلتزم بكافة المعايير المهنية. لم يكن لنا حق اختيار من يتحدث عن الحزب في موضوع بعينه، ولكن تم طلب من الأحزاب تحديد الأسماء التي تتحدث في ملفات بعينه، وبالتالي من سوف يظهر في هذه البرامج هم ممثلون لهذه الأحزاب بإرادة هذه الأحزاب. كل المواد الإعلامية والإخبارية المتاحة لدينا تحت تصرف كافة القنوات المصرية الفضائية الخاصة والقنوات العربية الموجودة على أرض مصر مجانا وبدون مقابل، لأن احنا نملك، ان احنا لدينا قدرات، نعرف ان احنا لدينا قدرات على الوصول لمواقع تصعب، ولدينا إمكانيات وعدد من وحدات البث والتصوير لا تتاح لأي قنوات أخرى، وبالتالي احنا بنضع إمكانيات
قطاع الأخبار بالكامل تحت تصرف كافة هذه القنوات لأداء مهمتها وتنشيط حركتها في تغطية العملية الانتخابية. كلام مهم ونرجو تطبيقه كما حدد فيه المعايير، لأن زي ما قال الدكتور فاروق أبو زيد الحقيقة رئيس لجنة قال كلمة مهمة جدا في التقرير سمعناها، أن التغطية الإعلامية والممارسة الشعبية والحكومية أثناء عمليات الانتخابات بصفة عامة سواء مجلس الشورى أو مجلس الشعب هي الفاترينة، هي الواجهة الكبيرة اللي بنعرض فيها سلوكنا الديمقراطي والانتخابي والحضاري وقدرتنا على المشاركة السياسية بطريقة راقية. أنا مش هتكلم كتير عن الموضوع ده دلوقتي لأن في فقرة كاملة هيشرفنا فيها الدكتور فاروق أبو زيد والدكتور حسن راتب والأستاذ حافظ أبو سعد، وهنتكلم عن كل ما يمكن أن يضبط هذه العملية بالإضافة إلى المخاوف التي يمكن أن تحدث والسلبيات التي حدثت في الأعوام الماضية ويمكن تلافيها.